أنا لهلأ واقف قدام الكاميرا بعد 25 سنة بكون خايف. قلبي كأني بحياتي مو واقف قدام كاميرا. أنا يمكن أول حدا بعيلتي، أول حدا بضيعتي كلها بكون ممثل. فيكم بخيالكم تروحوا لأبعد أماكن، دافعوا عن رغبتكم، دافعوا عن حلمكم، عن شغفكم. لازم تطوروا من قدراتكم، مهاراتكم على التواصل، على السماع، ملاحظة التفاصيل. استخدم عيونك، صوتك، نظراتك، الصمت. الصمت بلحظة من اللحظات جملة. برأيي هدول أساسيين للنجاح، مو بس بالتمثيل، لا أبدا، بالحياة بشكل مطلق.